السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. قبل شهرين شاركت معكم زراعة أم دريقة اللي هي الكمون الصوفي، وهنا قمت بزراعتها في أطراف السريحة اللي زرعت فيها جزر الصيف. هنا راهي أم دريقة كيف راكم تشاهدوا بدأت تعطي في الأزهار، وحتى أنها بدأت تخرج حبات نتاع أم دريقة. هذه هي أم دريقة، من المفروض الطول نتاعها تقريبا حتى 60 سنتيمتر. هنا بدأت كل تخرج فيه البذور نتاع أم دريقة، ما شاء الله راهي. هذه هي البذور، وتبقى في المكان مدة سنة إلى العام المقبل إن وجدت مكان مناسب وفيه السقي حتى في الصيف راح أظل في المكان. يعني شهرين من وقت الزراعة راح تبدأ تعطي في بذور أم دريقة. هذه هي السريحة في الأطراف نتوحها وفي الحواشي نتوحها قمت بزراعة أم دريقة. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتكون فيه إفادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.